أكدت الحكومة الشرعية أن الأعمال العسكرية التي قامت بها ميليشيا عيدروس المدعومة من الإمارات ابتداء من الأحد الماضي كان محاولة انقلابية فاشلة هدفت لإعاقة عمل الحكومة الشرعية وتعطيل مهامها. وقالت في بيان أصدرته اليوم إن تلك العملية تعد انتهاكا سافرا لقرار مجلس الأمن رقم 2216 وتهديدا لأمن المنطقة وخروجا عن الهدف الذي من أجله أنشئ تحالف دعم الشرعية ويقوض جهود إنهاء الانقلاب الحوثي الإيراني ويخدم أجندات أخرى تتعارض مع وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه وتضر بالمصلحة العليا للجمهورية اليمنية. وأعربت الحكومة عن شكرها وتقديرها للسعودية على دورها الأكبر في انسحاب المتمردين من معسكر اللواء الرابع حماية رئاسية والمناطق التي انتشروا فيها وإنهاء تمرد وحقن دماء اليمنيين. وتعهدت الحكومة بمواصلة عملها في العاصمة المؤقتة عدن والعمل بكل الوسائل للحفاظ على مصالح الشعب اليمني ووحدة اليمن وأمنه واستقراره واستقلاله وسلامة أراضيه تحت قيادة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية وفقا للشرعية الدستورية والمرجعيات الثلاث المتفق عليها وأهداف التحالف لدعم الشرعية بقيادة السعودية. معنا حول هذا الموضوع الصحفي والمحلل السياسي من عدن عبد الرقيب الهدياني. بداية أهلا وسهلا بك، كيف تقرأ هذا البيان وما الذي يعني هذا التوقيت تحديدا لإصدار مثل هذا القرار؟ دعني أولا أضع قناة يمن الشباب حول أخبار مستجدة. رئيس المجلس الانتقالي قام بزيارة الضالع هذا اليوم في إطار إخراج حسب معلومات أمنية إطلاق سراح 40 فردا من الحرس الجمهوري كانت قد قبضت عليهم أو احتجزتهم النقاط في منطقة سناح بالضالع. قام كذلك الزبيدي بتشييع هذه النقاط تتبع من تحديدا؟ نعم، هذه النقاط التي ذكرتها تتبع من تحديدا؟ تتبع محافظة الضالع، تتبع محافظة الضالع، الأمن العام لمحافظة الضالع. نعم. احتجزت ما يقرب من 40 فردا وضابطا من الحرس الجمهوري خلال اليومين القادمين، كانوا متجهين إلى عدن في موجب الدعوة التي وجهها طارق صالح لتجمعهم في معسكر بعدن، وهي الخطوات التي تدعمها الإمارات. مجيء الزبيدي اليوم هو لإطلاق هؤلاء، وفعلا تم إطلاق سراحهم. قام كذلك بزيارة جبهة مريس في مديرية قعطبة وهي على الحدود الشمالية لمحافظة الضالع. وهناك أخبار تتحدث أن السعودية ضغطت على الإمارات بتوجيه ميليشيات عيدروس لاستكمال تحرير إقليم عدن الذي لا زال حتى الآن منه مديريتان هما دمت وجبن التابعتين لمحافظة الضالع. نعم. سيطر عليهما الحوثي. نعود إلى البيان. بيان الحكومة اليوم كان بيانا قويا لأول مرة يصدر بهذه القوة. تحدث عن الانقلاب الذي حصل في عدن، شكر المملكة العربية السعودية على رفع القوات من اللواء الرابع حماية رئاسية، وتجاهل الإمارات كان بإمكانه أن يشكر التحالف ولكنها إشارة مقصودة إلى أن الطرف الآخر متورط في عملية اقتحام المعسكر. تحدث على أن ما حصل في عدن هو يعد تقويض لوحدة اليمن ولجهود الحكومة وللقرار الدولي 2216. تحدث بيان الخارجية اليمنية على ما حصل في عدن، يعني باعتباره يضرب مشروع والهدف العام الذي جاءت من اجله قوات التحالف العربي لدعم الشرعيه، يعني وهي اشاره قويه ولهجه شديده. طبعا بيان الحكومه ياتي وفق متغيرات على الارض، وصول وفد امني وعسكري إماراتي سعودي للوقوف على الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها عدن ومحاولة لملمتها. نعم. بعد هذه الضجة الكبيرة وهذا الغضب الشعبي وردود الأفعال الحكومية
هناك معلومات تتحدث عن ضغط سعودي على الرئيس عبد الرب منصور هادي لتغيير الحكومة، ولا زال حتى الآن لم يستجد الرئيس هادي. وبيان الخارجية اليوم، بيان الحكومة، يأتي في هذا السياق وألقى الكرة إلى ملعب التحالف وأن ما حصل في عدم تقويض لجهود الحكومة. نعم، لكن الأهم في هذا البيان أنه صدر من الجمهورية اليمنية وباسم الجمهورية اليمنية، اتهم الانقلابيين بعرقلة عمل الحكومة الشرعية وتهديدا أيضا لأمن المنطقة. ما دلالة أن يأتي هذا البيان باسم الجمهورية اليمنية ويتحدث عن مخالفات للقرار الأممي؟ أراد أن يمسك الانتباه إلى أن ما حصل في عدن يستهدف الجمهورية وشرعيتها ووحدتها وأمنها واستقرارها. أراد أن يتحدث بصوت قوي ومرفوع أن أي خطوات يقوم بها التحالف في إطار الضغط على الرئاسة والحكومة لتمرير بعض المتطلبات التي رفعها المجلس الانتقالي الذي قاد التمرد، حرص البيان على أن يسميه بالانقلاب الذي حصل في عدن، وأن أي جهود أو أي ضغوط ستصب في مشروع الطرف الآخر المعادي للوحدة الذي يضرب الوحدة والجمهورية والشرعية. وبالتالي رفع من سقف الخطاب المصدر أو بيان الحكومة لكي يرد على كل هذه المحاولات التي يقوم بها التحالف وتقوم بها المملكة العربية السعودية، ورأيناها على الميدان. وضحت الفكرة السيد عبد الرقيب الهدياني الصحفي والمحلل السياسي، كنت معنا من عدن، شكرا لك.